السيد فولكر، نحن في راديو وتلفزيون تبنجا طرحنا عدد من الأسئلة للقراء ولمستمعي راديو تبنجا لأنه عندها جمهور خاص. تلقينا أكثر من 100 سؤال كان ليه، وهذه الجروبات هي في الواتساب وفي الفيسبوك وفي تويتر والجروبات الخاصة بالأبحاث تبنجا وايضا في الرقم الخاص بتاع الراديو والتلفزيون دبنجا. زي ما قلت لك نحن تلقينا اكثر من 100 سؤال، لكن لضيق الوقت اخترنا منه عدد من الاسئله. لدينا سؤال من المواطن محمد عبد الغني سابل، هو بيقول لك هل بتتوقع في الايام الجايه دي او الشهور الجايه انه يتم ايداع السودان تحت البند السابع؟ هذا يعني كمان سؤال، أنا آسف يعني ما فيني أجاوب عليه إلا أن أشير إلى أنه تفويت الباسة أو أي باسة في السودان هو أمر لمجلس الأمن، وأنا موظف عند الأمم المتحدة بشتغل تحت تفويت مجلس الأمن، فالدول الكبرى في مجلس الأمن لا تحب إذا من ممثل للأمين العام يقول لهم ماذا سيقومون عليه. لا يعني هذا الشغل خاص لمجلس الأمن. مجلس الأمن سيكرر تفويض أو إعادة تفويض الباسة مثل ما هي أو تغيير التفويض.